اهلا بكم جديد، مستمرين مع حضراتكم ان شاء الله حتى الساعه 10 الا بقليل. اكيد بنتكلم موضوعات شهر رمضان، شهر الخير، شهر الكرم، دايما بيشهد يعني احتفالات في كل الاشياء الخاصه يعني باكرام الفقراء بعض الشيء. يمكن في مبادرات مستمره من كل الجهات وفي كل مكان عشان نقدر نوصل لهم ونمد ليهم يد العون. عندنا مبادره جديده برعايه وزاره التموين بمشاركه اكثر من 4000 مواطن اقيمت تحت سقف الاهرامات، ده اسمه يوم الكرم الثالث بمشاركه طبعا بنك الطعام لوصول الطعام للمحتاجين دي في رمضان. زي ما قلت يا عمرو، وهي طبعا تكملة لحملة كمل كرمك، واللي كانت أطلقتها عدد من منظمات المجتمع المدني مؤسسات القطاع الخاص بالتعاون مع بنك الطعام المصري، وشارك فيها مجموعة من الوزارات زي ما قلت يا عمرو، وزارة التموين والتجارة الداخلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتضامن الاجتماعي والثقافة والآثار والسياحة والاستثمار، إضافة لمحافظ الجيزة وعدد من أعضاء مجلس النواب. مع المجتمع المدني زي بنك الطعام والشركات الخاصة في ان هي تخدم المجتمع، منه يكون الخير وليه يكون الخير دايما. برضو بنقول ان احنا مكملين، دي ثالث سنة نكون موجودين فيها في هذا الحدث كمل كرمك. مبادرة كمل كرمك مبادرة تهدف الى نشر فكرة التطوع والتبرع ومساعدة الغير وترشيد الاستهلاك، وان الواحد وهو بربة الاسرة هي توعية لربة الاسرة، وهي بتقرر كميات الاكل اللي بتحطها لاسرتها، تعمل حساب ان في غيرها محتاج وتقلل من هذه الكميات عشان تقدر انها تساعد غيرها وتقدر ان الخير يمتد لاخرين. في انفاق كبير جدا بيحصل على الاعمال الخيرية في مصر، محتاجين، وانا هنا كوزير تخطيط بقول ان احنا محتاجين بس تتكامل كل هذه الجهود، العمل الطوعي والخيري والعمل الاهلي يتكامل مع الجهود اللي بتعملها الحكومة، يتكامل مع الجهود اللي بيعمله القطاع الخاص، عشان نقدر نوصل يعني للهدف الكبير اللي احنا دايما بنحلم بيه وبنتكلم عليه من 25 يناير، العدالة الاجتماعية. في الحقيقة التراث الخاص بينا في منطقة وسط البلد والتراث المتنوع عندنا في كل مكان وفي كل وكل أزمنة وكل عصور، أكيد بنبتدي من الفرعوني للقبطي للإسلامي لكل المتواليات اللي احنا بنشوفها. أكيد منطقة وسط البلد منطقة ذاخرة جدا بالبنايات اللي بتشهد على حقب مختلفة وتاريخ مختلفة وأشكال من الفن المعماري بشكل أو بآخر، أكيد بتنقل صورة من سنوات فاتت. لكن بعد حملة التطوير الأخيرة لازم نحافظ على التراث الخاص بينا إن احنا نقرخه ونحاول نصوره بشتى الطرق الممكن. عندنا حملة للتصوير ومسابقة كمان أطلقها جهاز التنسيق الحضاري عشان نشوف أبرز ومسابقة التقطت لصور خاصة بمنطقة وسط البلد للتراث فيها زي ما قلت عمرو. وكمان ده من جهاز التنسيق الحضاري بيقوم بدور مهم جدا زي ما ذكرت، منه أهمه الحفاظ على الشكل الحضاري العريق لمصر، وشارك فيها أكتر من 400 مصور فوتوغرافي على مستوى الجمهورية، وحاز على الفائز على شهادة تقديرية ومبالغ مالية. خلينا نتابع التفاصيل. انطلاقا من حرص الجهاز القومي للتنسيق على تفعيل دوره في الحفاظ على التراث الحضاري، أطلق الجهاز حملة بالتعاون مع هيئة اليونسكو نظم خلالها مسابقة لتكريم المصورين الذين التقطوا أفضل صور للمنشآت التراثية في عدد من محافظات الجمهورية. كان هدفنا من اطلاق المسابقه دي ان احنا نلقي الضوء على هذه المباني، والحمد لله كان صداها كبير جدا. احنا تقدم لنا اكتر من 400 متسابق بحوالي 2000 صوره، بينت قد ايه الناس مهتمه بتراثها من القاهره، اسكندريه، القليوبيه، محافظات الوجه الابلي، محافظات الوجه البحري. كانت مشاركه فعاله جدا، ادت ان النهارده المعرض اللي حضراتكم هتشاركوا معانا فيه في يعني حجم من الصور بتبين قد ايه الناس مهتميه بتراثها. من يؤرشف التاريخ وصانع الذاكرة الموازية هو فنان ساعد في الحفاظ على التراث المعماري لبلده وحان وقت التكريم. أنا تقدمت بأعمال عن سيوة، يعني سيوة بالنسبة لي بتمثل حالة خاصة، الصحراء والجمال والواحات المصرية بشكلها المبدع جامد جدا، فهي دي اللي بتجذبني جامد جدا وبتجذبني حتى في مجال التصوير. هو تراث مهم لازم نسجله ولازم نحافظ عليه، وده رسالة أي مواطن مصري معاه كاميرا حتى لو مش مصور، حتى لو معاه موبايل، بيأرخ التاريخ، يعني هو بيحط التاريخ بإيديه، فهي الكاميرا عبارة عن تاخد كابشر للحظة علشان الأجيال بعد كده، فهو تعتبر تراث. أعضاء لجنة التحكيم أكدوا أن هذه المسابقات هي خطوات ثابتة نحو الاستفادة من قدرات الشباب في رسم صورة للعالم عن مصر بجمالها وروعتها.
اهتمام المصور المصري أو الهاوي المصري والمحترف بتراثه بحياته بحياة الإنسان المصري بمبانيه بشوارعه بكل شيء ينتمي إلى التراث، وده مهم جدا 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 لنا، وده اللي أنا شايفه كانت بشرة وأتمنى إنها تستمر. 400 مشارك من المصورين الفوتوغرافيين شاركوا في المسابقة، وحصل عدد منهم على شهادات تقدير وآخرون على جوائز مادية، وهو ما يؤكد حرص الجهاز على الحفاظ على التراث الحضاري. ولاء الحديني، النيل. في الحقيقة القوة الناعمة ليها أثر كبير جدا في كل المجالات، وبالتحديد يمكن جذب السياحة، وإن إزاي ممكن ترجع السياحة لسابق عهدها بكل الطرق الممكنة. يمكن عندنا مسلسل اليوم دول بيتعرض في رمضان عن فندق شهير جدا جدا وقديم جدا جدا في أسوان. الفندق ده بسبب هذا المسلسل تم حجزه لمدة 3 شهور لقدام، وثلاث شهور بشكل كبير جدا، والسياح مقبلين عليه بسبب القوى الناعمة. أعتقد التركيز في مجالات القوى الناعمة هيكون ليه أثر كبير إحنا بالنسبة للسياحة. ده بس مش دلوقتي عمرو، ده يعني دي يعني القوى الناعمة زي ما بتقول دي يعني من ليها أثار من زمان، يعني من وقت طويل. في سماء الأقصر مرة تانية بنشوف البالون الطائر بعد ما كان توقف، بعد كان يعني حادثة قبل كده، وبنشاهد عدة رحلات للبالون الطائر لشركات سياحية مختلفة، طبعا بتقل مجموعة كبيرة من السائحين من مختلف الجنسيات، وده علشان يستمتعوا طبعا بالمشاهد السياحية الرائعة والأثرية بالبر الغربي للمدينة. والكابتن أحمد عبود رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر قال إن رحلات البالون الطائر بتتزايد، ولأنه فعلا السياح بيكونوا بيقبلوا عليها بشكل كبير جدا عشان يشوفوا المعالم السياحية، لأنها بتكون فعلا يعني ممتع جدا. اللي صدف الحظ حنان وراح المكان ده أو زار المكان ده أو ركب البالون بهذا الشكل هيشوف مناظر مش طبيعية في البر الغربي، يعني هيشوف كل المعابد وكل الخضرة وكل المدن من فوق. أعتقد منظر هيبقى جميل جدا جدا ومنظر مختلف بكل المقاييس. يعني أكيد هو إحنا زي ما شايفين، وأكيد اللي بيكون في البالون طائر نفسه بيكون إحساسه أكيد حاجة تانية مختلفة تماما. في الحقيقة الحفلات في شهر رمضان لا تنتهي في كل الأماكن ما شاء الله، يعني مصر ذاخرة بالأماكن اللي ممكن تزورها في رمضان، سواء أماكن دينية للتعبد الروحانيات أو كمان ممكن تزور أماكن أخرى عشان تستمتع بشهر رمضان والحفلات الموجودة فيه. الأوبرا المصرية عندها جدول كبير جدا جدا من الحفلات، الكل بيقبل عليه، الكل بيتابعه وعن كثب. كمان ممكن عندنا نروح أماكن كتير جدا، الحسين، شارع المعز، وكالة الغوري، كل دي فيها برامج ثقافية لا تنتهي. لكن احنا بنتكلم في هذه الفقرة أو التقرير ده بنتكلم على الأوبرا المصرية، وحفلة بالتحديد الكل بيشهدها كل سنة معتدينها، حفل مدحت صالح. يعني حفل مدحت صالح وليالي رمضان وأمسيات رمضان الرائعة في الأوبرا. وخلينا نشوف التقرير الجاي. روحي وقلبي وعيني حبيبي. على الأنغام القديمة والحديثة احتفلت دار الأوبرا المصرية بليلة رمضانية أحياها الفنان مدحت صالح ضمن فعاليات برنامج دار الأوبرا المصرية خلال شهر رمضان الكريم. الحفلات كلها كانت جميلة، وطبعا النهاردة يوم جميل بوجود مدحت صالح. كنت عايزة حضرتك تكلمينا يعني ايه اهم الحفلات؟ في سفارات كتيرة قوي شاركت. الحقيقة السنة دي كان في سفارات كتيرة جدا، وكلها الحقيقة حازت على نجاح واعجاب كبير. كل يوم حفلة جديدة، كل يوم نجم جديد، كلنا موجودين مبسوطين سهرانين الحمد لله على كل شيء. ان استاذ مدحت صالح طبعا موجود معانا النهارده بفرق كبير قوي، ان احنا جايين نستمتع بالطرب الاصيل الممتع مع استاذ مدحت صالح. حرص على حضور الحفل عدد كبير من محبي الفنان مدحت صالح الذين جاءوا للاستمتاع باغانيه وبالاغاني القديمه التي قدمها. شهر رمضان في الأوبرا تحفة ورائعة، وفي مطربين في منتهى الجمال بصراحة، وإحنا تقريبا حضرنا 3 حفلات كلهم أحلى من بعض، ومدحت النهاردة مكسر الدنيا. البرنامج كله ما شاء الله يعني بيغطي كل الحاجات الثقافية، أطفال، كورال، الشباب، الناس الكبيرة، وبيغطي كل حاجة إحنا عايزينها للثقافة المصرية. هنا مش في
جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية أعدت برنامجا لسهرات رمضان يشارك بها عدد من نجوم الغناء والطرب. كل عام أنتم بخير. هنرجع للأجواء الرمضانية تاني وتحديدا في دار الأوبرا المصرية، ولكن خلينا نطمن على أحوال الجو. معنا على الهاتف دكتور أمال حنفي رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. أهلا. صباح النور. صباح الخير. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة وسادة المشاهدين. أخبار درجات الحرارة في يعني في كان أخبار على بعض المواقع أنه يعني في تاني ارتفاع في درجات الحرارة، لكن عاوزين نطمن من حضرتك بقى على يعني المعلومات الدقيقة. الأول نقول إن الحمد لله زي ما توقعنا بالأمس بأن في انخفاض في درجات الحرارة شمل على كافة الأنحاء، والنهاردة استمرار لهذا الطقس اللي كنا بنقول الأول على القاهرة أنه شديد الحرارة، النهاردة بنقول أنه هو حر فقط. فالحمد لله الطقس ده مستمر معنا على الأقل لغاية أول الأسبوع القادم. حتة بقى أن في موجة تانية أو إيه الأخبار، بنقول ده طبيعي جدا في فصل الصيف أن في اعتدال في أحوال الطقس وبعدين يحصل موجة تانية، بس إلى الآن لم تؤكد الخرائط او لسه الوقت بعيد ان انا اقول ان في موجه تانية وهتبتدي امتى، لكن لو حدثت ده شيء طبيعي جدا. بنقول على طقس اليوم انه مستمر، يستمر الطقس المعتدل على السواحل الشماليه وبيكون حار رطب على الوجه البحري والقاهره وبيصل حتى شمال الصعيد في المنيا والفيوم، وبيظل شديد الحراره على جنوب البلاد نهارا وبيكون لطيف ليلا على كافة الأنحاء، بتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا بتنشط الرياح على أغلب الأنحاء وخصوصا على خليج السويس والبحر الأحمر، وبدورها بيؤدي إلى إضطراب الملاحة البحرية هناك. بالنسبة للسواحل الشمالية بنتوقع لها درجات الحرارة على السلوم ومطروح واسكندرية 30 وصور 24، السواحل الشمالية الشرقية رفح والعريش 31 وصور 25، الوجه البحري والقاهرة بنتوقع لها 36 وصورة 25، سينا 37 وصورة 28، شمال الصعيد 37 وصورة 25، جنوب الصعيد 40 وصورة 30. طيب يا دكتورة، بالنسبة لحركة الملاحة يعني مهيئة كذلك كمان الناس اللي ان شاء الله بتاع يعني بتصطاف او رايحة المصايف، هل في حركة الملاحة بالنسبة لهم في اضطراب ولا الدنيا هناك تكون يعني بسيطة بعض الشيء وممكن نزول البحر وكذلك ممكن استخدام الأنشطة البحرية ككل يعني؟ البحر المتوسط من أفضل الأماكن للسادة المصطافين، لأن الساحل الشمالي هو الذي أقل درجات الحرارة على مستوى الكورية. بالنسبة للبحر الأحمر في شرم الشيخ والغردقة فهو مرتفع بطبيعة الحال، لأن الجنوب عندنا بيبقى فيه درجات حرارة أعلى من على الشمال، فبنقول ان افضل الاماكن المصيف هو البحر المتوسط. بالنسبة للملاحة البحرية مهيئة جدا على البحر المتوسط، لكن هو في اضطراب على خليج السويس والبحر الاحمر، لكن طبعا بالنسبة للمصطافين على البحر الاحمر ما فيش اي مشاكل، الاضطراب بيكون داخل المياه مش على الشواطئ. نشكر حضرتك جدا دكتور أمال حنفي رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبعد ما اطمنا على أحوال الجو نرجع مرة تانية للأجواء الرمضانية اللي كنا بنتكلم عنها قبل التليفون الحقيقة ودار الأوبرا المصرية. وفي ختام موسم أوركسترا القاهرة سيمفوني 57 اللي أقيم على المسرح الكبير، دفعت إدارة الأوركسترا السيمفوني وقائده الأساسي أحمد الصعيدي بأربعة من شباب الموسيقيين وهم أحمد عاطف، جورج قلتا، وشادي حنا، ومحمد شرارة. وكعادتها نجحت عازفة المارمبا الرائعة طبعا نسمة عبد العزيز في أنها تخطف الأضواء برشاقتها الموسيقية المعهودة في حفلتها. في الحقيقة كمان المقطوعات اللي عزفت والأغاني اللي اتعزفت يعني لازم تبقى تكون في رمضان، رمضان جانا في يوم وليلة الحلوة دي، سهر الليالي في حمام بتنوح ليه، بالإضافة لمجموعة كبيرة جدا من